بالتزامن مع عدوانهم على عدن ولحج، فجر الانقلابيون حربا ظالمة أخرى في تعز. كان لابد لأبناء الحالمة الدفاع عن مدينتهم، فانتظموا في مقاومة شعبية تداعى إليها الأبطال من عموم المدن والمديريات. كان ابن المعافر البطل الثائر محمد أحمد عبد الرحمن الصهيبي أول شهداء مقاومة تعز ارتقاء في 17 من إبريل 2015، باذلا روحه فداء في معركة الدفاع عن موطنه وثورته ومكتسبات الجمهورية. وقد مثل استشهاده خسارة غير عادية يدركها من عرفوه، ومؤشرا على فداحة الثمن الذي تدفعه المقاومة في معركة استعادة الدولة. حقيقة لقد عرفنا مناقبه من بعد استشهاده، فكل الناس يثني عليه. كان رجل اجتماعي يحب الخير لأمته ولوطنه ولشعبه. كان أخي وصديقي ورفيق دربي، كان الظل الظلي الذي لا يفارقنا، كان الملذ الآمن الذي نعود إليه. دائما إذا اشتدت علينا المشاكل نعود إلى محمد أحمد. كتلة من القيم الرائعة، فيه من النبل والأخوة والصداقة، يعني الصفات الكثيرة. ولذلك عندما نتذكر استشهاد محمد الصهيبي نعزي أنفسنا ونذكره بكثير من الفخر والاعتزاز، لأنه كان دائما في المقدمة، يكره الاستبداد، يكره الظلم بكل صوره وأشكاله، وكان يضحي ويدافع ولا يخاف في الله لومة لائم. ترك الشهيد الصهيبي فراغا واضحا لدى من عرفوه وعايشوه في منطقته، ويبدو ذلك جليا من حجم المحبة والتقدير التي يحظى بها من أبناء قريته في عزلة الكلائبة بالمعافر. كان دائما واقفا إلى جانب المظلومين، لم يكن يوقف يوم من الأيام إلى جانب الظالمين أبدا، فكان ما في من إنسان يستعين به إلا ويقف معه بدون أي مقابل، وإنما يعمل ذلك محبة لأمته ولأهله. كان رجل بحجم الوطن كبير، وكان صاحب نقدة مروءة، كان الأول دائما، كان دائما الأول، الأول الأول في الشهادة، الأول في التسابق على الخير، الأول في حل مشاكل الناس، الأول دائما بجانب الضعفاء والمساكين. كان له أثر على الشباب، وكان أيضا دائما يلبي إلى جهات الخير، دائما أصحاب الخير، الإنسان المظلوم، الإنسان المسكين، دائما كان يحب أن يساعد الناس بدون ما يطلبوه للمساعدة. وكان دائما، وهذا استفى من الله سبحانه وتعالى أن هيأهم لهذا الموقف الجلال، وهم لا يحتاجون أن نتكلم عليهم، قد استفاهم الله سبحانه وتعالى. وعندما رحل محمد أحمد لم نهنى لذة العيش، ولم نجتمع، ولم نكون نتسابق على المقيل كما كنا نتسابق في أيام محمد أحمد. على مستوى الأسرة، ترك الشهيد زوجة وعشرة أطفال، 7 بنات و3 ذكور، أصغرهم جاء إلى الدنيا بعد أن غادرها والده بأشهر، وسيظل رحيله ألما تعانيه الأسرة طويلا، إلا أن أثره التربوي بدا واضحا في القيم والمبادئ التي ربى عليها أطفاله وغرسها في أبناء الأسرة. نفخر أنه شهيد، أول شهيد في المقاومة الشعبية في تعز، وسنظل نفخر فيه طول أعمارنا. وقدم روحه من أجل الوطن الذي نعيش فيه، استشهد بحارته وجنب داره وجنب بيته، والحمد لله. كان أبي بالنسبة لي أب ومعلم ومربي وصديق، كان يعاملنا معاملة الأصدقاء، كانت إذا حدثت لنا مشكلة، طبيعة البنت أن ترحل عند أمه، بس إحنا من تعامل أبي معنا كنا نروح لعنده، كان يتعامل معنا بكل أريحية. كان أبي لما يدخل البيت يدخل مع الفرحة، مع البهجة، مع البسمة. كان أول لو مع إحنا مشكلة كنا نروح لعند أبي ويحل إحنا به بأسهل طريقة، لو كان يشجع إحنا على الدراسة، كان يندير إحنا لو واحد غلط منا إحنا
يندي إحنا على هيئة قصص، على هيئة عبر، على هيئة حكايات، ما يقولش اللي هو غلطان أنت الغلطان. كان أبي يعني تعامله غير. كان عمي لو في أي مشكلة أو في مناسبات أو فرح أو حزن دائما بنحصله جنبنا، ودائما بنحصله أول من يجي يوقف معنا ويدعمنا. عمي كان يشجعنا ويعاملنا كأن إحنا مثل بناته. كان يجي لعندي ويقول لي أنت حبي ليك مثل حبي لبناتي، يقول نفس الكلام لبنات عمي البقيات. عمل الشهيد في سلك التربية والتعليم موجها تربويا، ولعله قد أدرك اقتراب لحظة الرحيل طالما نذر نفسه ووقته لوطنه، فحرص على تهيئة أطفاله لزمن لن يكون فيه إلى جوارهم، وكرس جهده في أن يغرس في نفوسهم قيم النجاح والإباء، وهو ما تجسد إباء في التعبير وجزالة في الألفاظ وتميزا في التعليم. أنا أبي يطمح بأن نكون متفوقين، فالحمد لله تفوقت وحصلت على معدل 90 في الثانوية، فالحمد لله. فكنت أتمنى أن أبي أنه يرى شهادتي فلم يرها، فطالما أنه كان هذا حلم أبي فسنحقق حلمه وسنظل متفوقين إن شاء الله. كان أبي قبل الاستشهادة يطمح أن نكون في التفوق نحن للتعليم الدراسة، وكان طموحا بأن نكون في الدرجات الأولى في الصفوف، وكان دائما يحدثنا عن دراستنا، وعن يقول احنا يعني يكونوا بالمرتبة الأول إن شاء الله، وسوف نحقق إن شاء الله منيته. لم يكن الشهيد محل حب أطفاله وأقاربه فحسب، بل كان الأحب لأمه التي لا تزال مسكونة بوجع رحيله، ولا تنفك تحكي لزائريها عن بره بها وبره بشقيقاته وأشقائه الذي كان أصغرهم عمرا. أحب أشكره مطل علي مطل علي خوات أربع من هنا الأرحام، أي أخرب سأل من خواتهم من الصغير والكبير. أحمد أشكره على ما قسم رضي، وبطاعة أخوه بطاعة أخوانه أحمد أشكره. ثم تجنب في سيرة الشهيد استدعى تناولنا لقصته، وهو عظيم الإباء وقوة الشكيمة التي غرسها في أطفاله وكأنها جينات ورثوها عنه مباشرة. يتحدثون عن ذكراه بتماسك نادر، عن موقف رحيله وعن وصاياه لهم، فضلا عن حرصهم على التميز الدراسي التزاما بوعد قطعوه على أنفسهم له. كان يعني أمنية الوحيدة أن احنا يعني نوصل الدراسة وندرس ونكون متفوقون، فدرست من بداية من الابتدائية إلى الثانوية، فكان أبي معي في ثالث ثانوي حين خرجت نتيجة الثانوية، كان أبي غير موجودا، فكنت أتمنى في هذه اللحظة أن أبي يكون موجود، بس الحمد لله ما كنت موجود، فكنت أتمنى أنه يرى معدلي ودرجاتي، فالحمد لله. فقال إذا قريب أي حاجة وإذا استشهدوا ولا شيء لا تزعلوا شهادة، لو وقت ما أعطاني حين الخبر إحنا محزنين فرحين لأنه شهيد، محزنين لما فارقنا. لما قالوا إنه بيستشهد انصدمنا، فرحنا حزننا، فرحنا لأنه ارتقى مع الشهداء وتمنى ونالها، وحزننا حزنا شديدا لأننا نحن فارقنا به ولن نراه مرة أخرى، لن نرى بسمته، لن نرى ضحكته، لن نرى مزاحه. تلقينا الخبر لاستشهاد والدي كنت في حالة محزنة، فتألمنا وبعد ذلك يعني كنا يعني فرحين باستشهاده وزعلانين لخسارة والدنا. عاش أطفال الشهيد مشاعر متناقضة،
بين الحزن كأطفال فقدوا والدا استثنائيا وبين الالتزام بوصيته لهم أن يكونوا أقوياء عند تلقيهم خبر استشهاده. كنت أقول يا قربة بحاجة بقى نسوي أي حاجة، بعدين الله عطانا الصبر بعدين روحنا القرية، كنا في الطريق ننشد بعدين روحنا القرية وصلنا بتجدي صغرتنا، وكان يقول يا وصلنا يعني إيش نوصل وإحنا مهلاكات، بعدين وصلنا البيت صغرتنا، بعدين رحنا عند جدتي سلمنا عليه، بعدين يوم ستشها لما قابلنا رحنا مع الجنازة حقه، كنا نزفه زفت شهيد للجنة. قال إذا قرابي حاجة استشهدتوا أشركم ما تزفونا زفت شهيد إلى الجنة، زفة خاصة من أولادي. جمعا دخل وتطيب واغتسل وخرج، وكان ينظر لي وأخواني وأخواتي نظرات مختلفة، نظرات مفارق ومودع، كان يشوف نظرات غريبة يعني ما قد شفت شبي ينظر لنا ذيك النظرات. فبس أخواتي الصغار برأوا بيلتان وخرج، فجلس جنب الباب فكان يشتي يكلم نحن بكلام يعني ما قدرش يتكلم، كان في كلام يعني يشتي يتكلم نحن فيه بس مدري ليش متكلمش ومشي. فليت هذيك اليوم تعود ليقول لنا إيش كان يشتي يقول لنا، الحمد لله. كان أتوقع من إحنا كنا نوصل هالكانين، بس الحمد لله ربي أعطانا إحنا الصبر وصلنا قويين. تذكرنا كلمات أبي قبل استشهاده أننا نكون أقوياء، وأن الذي هو ولده لا يبكي علي، وأننا نزغط له. أمة السلام تحرص على أن تحقق ما عهدت والدها عليه من تفوق علمي، لربما كانت الأقرب إلى أبيها إذ تطغى عليها مشاعر الحزن مهما حاولت أن تبدي تماسكها. في يوم الجنازة كنت أقول يعني أنني ما قدرت أخرج يعني تعبان كذا، فتذكرت كلام أبي أنه يشتي زفة، فالحمد لله خرجنا وزفينا أبي كما تمنى. فخرجت كلمات هذه اللحظة، فكانت هذه الكلمات ولدت تلك اللحظة. فكانوا أهلي وأصدقائي يعني يسألوني إيش تكلمتي، يعني مش عارف إيش تكلمت هذه اللحظة. عاش الشهيد متواضع الحال في بيت بالإيجار في تعز المدينة، واضطر كغيره للنزوح القصري إلى منزل الأسرة الكبير في القرية، هربا بأطفاله من جحيم حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع، لكنه فارق أطفاله قبل أن يبني لهم منزلهم الخاص، وها هم رفاقه يحاولون رد إحسانه إليهم بالإحسان لأطفاله. كان رجل بسيط متواضع لا يملك إلا قوت يومه، لا يملك مأوى له ولأولاده، كان مع بيت إيجار في تعز، وكنا دائما بجواره ودائما يعزمنا ونتغدى معه، كنا دائما حوله. وعندما وافته المنية واستشهد وارتفق وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قمنا بتجميع بعض المبالغ المالية من الأهل والأصدقاء في المملكة العربية السعودية، ولكي نوافي حقه ونعيد له بعض الجميل الذي كان يقف معنا ويقف إلى جوارنا ويقف إلى جانب المستضعفين والفقراء. فقمنا بتجميع هذه المبالغ وقمنا بالأعمال اليدوية كلنا المحبين والأصدقاء والأهل محمد أحمد من جميع القرى المجاورة لكي نبني له بيت. أمة السلام أنهت بنجاح مرحلة ثانوية العامة وحققت نسبة امتياز كما وعدت والدها، لكن إمكانات الأسرة قد لا تسمح لها ولإخوتها وأخواتها أن يحققوا طموحاتهم العلمية، وهنا يأتي دور الدولة في كفالة أبناء الشهداء الذين تنازلوا عن حقهم في الحياة ليحصل الآخرون على حقوقهم في الأمان والتعليم والفرص المتكافئة. أقول لأبي إنني كنت ولا زلت وسأظل أفتخر فيه، وسيفتخر به أبناءه وأبناء تعز، وتعز الحال ما ستفتخر به، واليمن أجمع